مساء الخير متابعي اليوم السابع، معكم عزوز الديب هنا من طريق الصحراء والنبغية لكي نشاهد معكم حصاد محصول الكنتالوب، وهنعرف بدء موسم الكنتالوب امتى وامتى يودع محبي الكنتالوب لمواصفات خاصة عشان تشتري. هنعرف مع محمد فتحي ازاي مواصفات الكنتالوب في الشراء ايه. عم محمد كلمني، الموسم الكنتالوب بيبدا امتى؟ يبدا من 15/3 ينتهي يعني 15/7، يعني الكنتالوب يعني يجيب حبايه مثمره يعني. تمام، كلمني ازاي اختار الحبايه والموسم، انت بتقول لي قبل اللايف اللي هو بيودع. طب تعال اوريك، ممكن لو سمحت معايا الحب اللي زي دي كده مخيش حلو اللي كامله صفران، هو السكرات العاليه، زرع ده سكرات عالي، يعني في حب يعني كده جمالس وتعبان ده مش سكراته مش عالي. ادي زرع يعني الكنتالوب بيبدا فيها ازاي الكنتالوب؟ زرع كامل صفران ولون وتخيش دي، لازم يكون خشن. لازم يكون خشن وناشف، زرع ناشف في ايدك. تمام. بص، لو زرع كده ملس يعني كده ما فيهاش الخيشه دي، لا ده يعني زرع هيتباع يعتبر من السكرات عاليه. الموسم ينتهي امتى؟ يعني نتفرج كده مع بعض نتمشى. ماشي تعال. نشتغل من الساعة 5 يعني 5:30 الصبح، ننزل الأرض لحد الساعة 11:30 نطلع نجهز غدا، ونبدأ تاني يعني على الساعة 1:30 كده نبدأ تاني حصاد حد الساعة يعني 6 المغرب كده بالظبط. تمام، دلوقتي بنصب مقص صح كده؟ مقصات لازم عشان يبقى له عمق، يعني كده لازم بمقصات. تمام، شايف لازم بمقص، لأن لو من غير مقص الحباية تطرى معاه. بص اطول مقص بص الميه مالحه لازم عشان الميه مالحه، لو ميه حلوه ما يطلعش سكرات عاليه فيه. ما يطلعش سكرات عاليه فيه خالص. كان يعتبر بدا من يودع من واحد يعتبر 7 لحد 15/7 كده الكنتالوب بينتهي في السوق. الكنتالوب كم نوع؟ الكنتالوب يعني يبدا احسن من دي 7 انواع. افضلهم ايه او اعلى حاجه؟ سكريات المريلة وماك 5 و92. تمام، دلوقتي اللي احنا قدامه دلوقتي ده هو 92 والماك. تعال نتمشى مع بعض كده. اتفضل خش قدامي. اتفضل. بيعبي بيعبي كده. بيعبي، نودي الوكايل. تودي الايه؟ الوكايل، السواق يعني. السواق. اكتوبر والعبور والكلام ده. تمام. كلمني يا عم محمد بقى، السعر ده 95 ولا ده نوعه ايه؟ لا تعرفه بس يعني، بس دي يعني صعب يعرفها يعني المستهلك بره. تمام. صعب يعرفها المستهلك بره. نعرفوها احنا هنا في اللينكات بس، ما يعرفهاش المستهلك، ما يعرفهاش خالص. لا نعرفه احنا بس هنا في الزراعه. طيب عايزين نشوف انت بتقول ايه. اتفضل. شوز كده زرع دم، شفت تفتحها بالعافيه كده السكرات العاليه، الزرع المضبوط نزاله في حاجه تفتحها كده بالراحه دي كده زرع تعبان. انا شايف اللي انت فيه حته بتجنبها ذات اللي مش نافع، ده مش المنفع، ما ينفعش اودي السوق خالص. كده الدوت بتحطه في الكراسي، اقول له روح السوق. انزله سوق اكتوبر ده، احافظ عليه انا في ست البيت بقى. تحافظ عليه ازاي؟ هو عاوز حدا نسبته برودة. برودة قد ايه؟ برودة في الثلاثات يعني كده، يعني برودة يعني برودة بسيطة مش عالية قوي، يعني هو عشان هو زرع يستحمل، يعني مش حباية في يوم وليلة تبوظ. ده ممكن تقعدوا برا الثلاثة كده، تقعد اقل حاجة بال 5 ايام 6 ايام، ما ادري ليش حاجة فريش عادي.
خمس ايام ست ايام يفرش عادي في كيف. طيب احنا لو اتكلمنا في بعض الاحيان واحنا بنشتري ممكن كنتالوب تلاقي واحده مخضره عشان اشيل الخضار بتاعها، هل صح بالفعل لازم ممكن لو خضره زي كده اعمل ايه عشان دي تركنها يومين ثلاثه يومين ثلاثة تركنها كده؟ انا احطها في ورق قريب. لا 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 عادي تركنها يومين ثلاثة كملت لون واحدة عادي. تغير لونها عادي؟ تغير لونها عادي. تغير بس شغال انت بتمسحك ربنا يعينك. ربنا يعين الجميع. بس عليك امين. الارض تراوح من الارض من 3 جنيه ل 3 جنيه وربع. 3 جنيه 3 جنيه وربع على حسب النوع وحسب الجودة اللي انت مطلعها. هل الحجم بيختلف ولا لا؟ الزرع على حسب الاحجام. حسب حجم الاحجام. لو زرع مثلث وسط ما هدمش عليه قوي ولا رفيعه قوي ده ليه سعر، والزرع العالي قوي ليه سعر. نفس قصة عم محمد. انا بشكرك وبشكر متابعي اليوم السابع. كنا معكم زي ما حضرتك ما شايفين معانا في لايف جديد مختلف. الناس الطيبه، الناس الشقيانه في الاراضي الزراعيه اللي شغاله زي ما حضرتك ما شايفين موسم حصاد كنتالوب. عم محمد فتح لنا الكنتالوب وعرفنا ازاي نختار الكنتالوب زي ما حضرتك ما شايفين شغالين من 5 الفجر لحد المغرب في الارض الزراعيه. ربنا يعينهم ويقويهم. بشكرك عم محمد، شكرا جزيلا. بشكر متابعي اليوم السابع.